مقاديرنا هتكون 3 ارباع كيلو من صدور الدجاج مكعبات متوسطة، نقدر نخليها ميكس مثلا بس وراك وصدور، وتبقى الوراك طبعا مخلية كويس قوي، متنظفة كويس قوي، ما تبقاش فيها اي ايه حاجات من الحاجات اللي بتضايقنا في الوراك. عايزين بقى للتتبيلة معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة جنزبيل فريش، عصير ليمون، ممكن تبقى ليمونة ليمونتين على حسب بتحبوا المزازة اخبارها ايه. عندي ربع كوباية من زيت الزيتون، تقدروا تخلوها معلقتين ثلاثة لو انتوا حابين تحطوا زيت عادي بدل زيت الزيتون، اي زيت نباتي تاني مفيش مشكلة. ربع كوباية من الخل على حسب كمية الفراخ بتحطوا الخل، يعني ممكن يبقى فنجان صغير، ممكن تبقى برضو معلقتين ثلاثة مفيش مشكلة. عايزة ربع كوباية من الكاتشب، معلقتين كبار من الصلصة، معلقتين كبار من الزبادي، معلقة كبيرة من البهارات، الجرام مسالة، زعتر جاف، كركم وكاري وبابريكا وملح وفلفل اسود. الصوص لما نيجي نعمله هقول لكم هنعمله ازاي، وعندنا كمان شويه رز، خلينا نعمل الرز ونعمل الفراخ مع بعض. هنبتدي بالرز، نقدر نختار اي نوع رز احنا عايزينه، عايزه رز مصري، عايزه رز بسمتي، مفيش اي مشكله خالص. ناخد شويه زيت. الرز اللي بعمله للفته لو رز اصفر يعني مش ابيض، بحبشه شويه بالبصل والثوم، يعني ما بحبش لقطه ان انا احط الكركم على الزيت على مثلا مرقه وخلاص، دي طريقه سهله بتطلع رز طعمه حلو مش وحش ابدا، ولكن البصلايه وفصين الثوم مع الكركم والكاري بيخلي الطعم حلو جدا. حتى لو انتوا اخدتوا بالكم انه التتبيله معانا اللي معانا في الفراخ التتبيله شويه برضو فيها كركم وكاري، فيها شويه بهارات هندي كده. حط البصله، عندي كمان فصين من الثوم، تقدروا تضيفوا كمان جنزبيل فريش، حط الثوم، جنزبيل الفريش مع الثوم في الوصفة دي بيدي طعم حلو جدا. بهاراتنا جنبنا علشان هنحط من البهارات على البصل مش على الرز، ما عنديش مرقة بس خلاص لو انتوا حابين تحطوا مرقة ضيفوا المرقة مع البصل برضه. البصلايه هنا مش عايزاها تتحروق قوي، لا هي تاخد لون غامق ولا تبقى لونها فاتح بزياده، يعني يا دوب ايه ابتدي احس كده ان هي دخلت في السوا اصفر اصفر فاتح، اقوم منزل لها البهارات عشان طعمها بيبقى مسكر وبتدي تسكيره حلوه للرز. حط البهارات، التشويحه دي بتخلي البهارات تضيع الترابه اللي فيها، بس هي محتاجه شويه ايه زيت كمان عشان الرز لما ينزل يبقى فيه شويه ماده دهنيه محترمين. ايه دي كده الخلطه بتاعتنا جاهزه للنزول الرز. البهارات دي بتكون فيها سنة حدق، وخصوصا لو انت حاطة بقى مرقة كمان بيبقى فيها ملح، فناخد بالنا علشان هنضيف الملح دلوقتي، وطبعا محتاجين رشة من الفلفل الاسود بالشكل ده كده، ونظبط الملح كده. انتوا عارفين ان انا ساعات ممكن مثلا ما لاقيش عندي كمية زيادة، الاقي شوية رز بسمتي وشوية رز مصري، وعايزة اقول لكم ان انا بحطهم على بعض وبيستووا عادي، فما تقلقوش، ممكن تعملوا كده مع الفتة، تعملوا ميكس ما بين الرز المصري والرز البسمتي. بس ايه اشوح كده كويس كده كده كده
نفك كل تكتلات البصل ونشوح الرزايه ونخليها تتشرب من الكركم والكاري وشويه الزيت اللي حطيناهم، لو حاطين سمنه كمان يبقى حلو قوي، وبكده يبقى جاهز لان احنا ننزل بالميه المغليه. الاثنين في حله واحده ومع بعض عادي، نحط الرز كوبايه رز بسمتي على كوبايه رز مصري وبيستوي، مع ان هو كل واحد بياخد مقدار ميه مختلف، بس لما بيتحطوا مع بعض وبياخدوا نفس مقدار الميه في رزايه بتشيل عن الثانيه، يعني تحسوا ايه ان الرز المصري لا بيستحمل شويه فتمام بيستوي مفيهوش اي مشكله خالص. ساعات يبقى باقي عندي شويه رز مثلا جاسمين، رز بسمتي، يعني حبات صغيره قوي واللي هي ما تكملش اكله، مش هفضل بقى حطاهم، لا بقوم مدخلاهم على طول مع رز مصري مفيش اي مشكله خالص، بيطلع حلو ومفلفل كده. ننقل الرز ونبتدي نشتغل في الفراخ، يلا بينا ننقل الناحيه دي ونطلع تتبيلتنا واطباقنا عشان نتبل الفراخ اللي عندنا. لما نيجي بقى نتبل الفراخ بيبقى على حسب الكميه بتاعتك، انت بتشوفي هحط عصره ليمون واحده، بتشوفي هحط قد ايه مثلا صلصه، ممكن الصلصه تقل شويه، ممكن الكاتشب يقل شويه، فمفيش مشكله خالص، المهم ان هي تتغلف كويس. هننزل بالفراخ كده اول حاجه، وعليها الزبادي على الكاتشب، بيديها طعم حلو قوي. ننزل بس كل كميه الكاتشب كده اللي عندي، مش عايزه ازود الصلصه عشان عندي كاتشب، فايه هدي بس لون كده وخلاص. يلا بينا الثوم والجنزبيل، عصير الليمون، الخل والبهارات كده. مش عايزين ننسى الملح، اللي ما عندكيش منه في البهارات شيليه، دايما تتبيلات الفراخ بترجع لذوقك. ادي الملح وادي الفلفل، شويه زيت زيتون، نبتدي بقى ايه نقلب كده. المفروض طبعا ان احنا هنسيب الفراخ في التتبيله دي اقل حاجه ساعه، دي اقل حاجه وتمام، بس اكتر حاجه يعني اقصى مده هتكون 3 ساعات. انا ما بحبش اتبل الفراخ بزياده، والتتبيله مليانه خل وليمون وبهارات، تتبيله قويه جدا، فعلى طول هتتشرب وعلى طول هتلقط الطعم، فما فيش مشكله خالص، انت حتى لو نقعتيها ساعة الا ربع مش هيحصل اي حاجة، هتتبل وهتاخد الطعم وهتبقى تحفة. نفس التتبيلة دي تاخديها الفرخة كاملة، تاخديها الوراك، تاخديها الاجنحة، كله زي الفل. انا هنا اخترتها ان انا اعمل الفتة دي ميكس ما بين الفتة اللبناني اللي هي واخدة الصوص بتاع الزبادي اللي هنعمله لها في الاخر، وما بين البهارات وتكة الكاري والتوليفة الهندي دي. نشيل كده بقى كل أشيائنا ونجيب الوك نحطها على النار، لازم تسخن كويس جدا جدا جدا. معلش ممكن تدخلي لي حتة زبدة يا رغدة؟ كده مش محتاجين أي حاجة غير إن الفراخ تستوي، الرز كمان يستوي، نعمل الصوص. هنحط
الفراخ على النار ونعمل الصوص على طول. هحط بس ميكس كده زيت زيتون مع زبدة على النار. الزبدة بتدي طعم وتشويحة مختلفة عن الزيت تماما، فأنا بحب قوي لما أجي أشوح الفراخ أقوم مشوحاها بحتة زبدة صغيرة. حط عليها بقى زيت زيتون، حط عليها زيت نباتي مفيش مشكلة، بس نكهة الزبدة واللون والريحة اللي بتعملها الزبدة مختلفة تماما عن الزيت. بس عايزة أقلل درجة الحرارة شوية على الرز، ملناش دعوة بيه خالص، مش هاجي جنبه. نحط حبة زيت، هي الطاسة ايه سخنت وبقت لذيذة اهي. لما اجي اتبل الفراخ لفترة طويلة، لو انا مثلا متبلة صدور فراخ، متبلة اي حاجة، مهم قوي ان انت تحاولي ما تاخديهاش بميتها، لان هي لما هتقعد جوه التتبيلة هتنزل مية، هيبقى فيه صوص كتير كده. ما تقوليش بقى الله اخدها بالتتبيله، لا، صفيها من التتبيله ونزليها على طول في الوك او في الطاسه بتاعتك، لكن ما تاخديش بالتتبيله بالميه بكل الحاجات دي. ناخد بقى مكعب الزبده كده، وهلبس بس جلوفز عشان هي طبعا لسه ما نزلتش ميه وما لحقتش تتبل ولا اي حاجه، بس كل ما هتقعد اكتر كل ما هتنزل ميه اكتر. فتيجي بقى وانت مثلا بتعملي شاورما تقومي منزلاها بالميه بتاعتها، لا ما تعمليش كده، شوحيها من غير التتبيله. انا كده الزبده عندي تمام، الوك تمام، عايزه الطاسه بتاعتك تبقى سخنه وواسعه على قد ما تقدري، وانزل بالفراخ بقى كده ايه واحده واحده. بحاول ما اخدش كل التتبيله على قد ما اقدر، وعايزه اسوي الفراخ على نار عاليه في الاول، وبعدين بقى هي ايه تنزل شويه ميه صغيرين مفيش مشكله، لان كده كده الكميه كبيره وانا عايزاها تستوي كويس، لان هي هتستوي وهتبقى خلاص بقى على وش الفته يعني. تعالوا نجهز الصوص بسرعه بالمره. الصوص هنا ما حطيتش عليه ثوم، ما حطيتش عليه دبس رمان، مجرد الزبادي كده محتاجه سباتولا معلش. الطحينه، الليمون، حبة مية صغيرين جدا يفكولي الصوص ويخلوه كريمي كده، وبالويسك اللي هو المضرب اليدوي هضرب الكلام ده كده مع بعضه وبس كده، ولا ملح ولا اي حاجة، كل حاجة متبلة عندنا بزيادة قوي، عندنا تتبيلة قوية جدا داخلة في الرز وداخلة في الفراخ، فكله زي الفل، مش عايزين اكتر من كده حاجة. عايزه تحطي دبس رمان تمام، بس برضو انا حاسه انه كده اخف واحلى كتير من ان احنا ناخد من التكه الشامي قوي، ولا سماء ولا دبس رمان ولا نعناع ولا اي حاجه، انا عايزه اخف حده الكاري والكركم اللي معايا في الوصفتين. فكده زي الفراخ تقريبا خلاص استوت، وعملنا الصوص قبلها، ودلوقتي الرز كمان عايز يتقلب، وبكده تبقى الفته زي الفل. كده الرز استوى كمان، هقفل عليه واغطي، وكده تبقى وصفة الفتة كلها اتقفل. العيش ودي الرز،
انا كان عندي رز بسمتي اوريدي مستوي، حطيته عليه بعد ما استوى، يعني كان عندي مستوي شويه، عملت الميكس اللي قلت لكم عليه بقى، بس هو مستوي مش وهو ناي. كده 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 الفراخ بتاعتنا ريحتها تحفه. نجيب بقى الفراخ والصوص ويلا بينا. ادي الفراخ اللي تحسوها هندي شويه، على رز برضو هندي شويتين كده كده كده. فنبقى خدنا الفته لايه، لمنطقه هنديه. عجباني الوانها جدا، الوانها حلوه قوي. شويه بقى من الزيت اللي بالبابريكا ده، وبرده ايه تاخدوه كده وترصوه، او يعني تسقسقوا بيه الصوص بتاع الزبادي. فايه يبقى الجارنش زي ما احنا شايفين كده خطير. وقد كانت الفته زي ما احنا شايفين دلوقتي، رشت بقى بقدونس، كزبره، اي حاجه خضراء، فلفل احمر حامي، يدي تاتشات لذيذه زي ما احنا شايفين.